جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، إنجازاتنا تتحدث. 12 عاماً مضت على تأسيس الجهاز، عملنا خلالها على إعداد 20 دليل ممارسة لتوحيد الإجراءات المتصلة بمجتمع الجهاز، إعداد 5 أدلة إرشادية، إصدار 14 نظاماً، إنجاز 9 بحوث علمية، إجراء 18 دراسة وتقريراً فنياً. فحصدنا 18 جائزة محلية ودولية و10 شهادات اعتماد محلية ودولية، كما قمنا فيها بإدخال واعتماد 54 صنفاً من الفاكهة الجديدة في الدولة من الفاكهة والحمضيات، تطوير نظام التفتيش الغذائي إلى نظام التفتيش الذكي، تسجيل وترقيم نحو 3.5 مليون رأس من الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، استضافة أكثر من 800 عالم على هامش المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية في دوراته الثلاث ضمن برنامج العلماء، ترخيص ل110 مزارع للحصول على شهادة جلوبال جاب، واستمرار الحكومة في ترخيص 110 مزارع إضافية، اعتماد إنشاء المختبر المرجعي لأمراض الإبل الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، تحصين أكثر من 2 مليون رأس من إجمالي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي. واستحققنا خلالها الاعتماد الدولي لنظام المختبرات من الهيئة البريطانية لخدمات الاعتماد، التتويج بلقب أول مؤسسة حكومية تبدأ بتطبيق نظام الإدارة المتكامل، جائزة أفضل مبادرة ريادية ضمن جوائز الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي عن برنامج تعريف وتسجيل الحيوانات، الجائزة الفضية في جائزة خليفة للتميز، الانضمام إلى عضوية نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف الأوروبي، شهادة الآيزو 22301-2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال والأمن المجتمعي. واستحدثنا فيها اللجنة العلمية الخاصة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من 2006 إلى 2015 التي عقدت 14 اجتماعاً طرحت من خلالها 174 موضوعاً وخرجت ب 559 توصية نفذ منها 85%. منظومة خدمات ذكية متكاملة وتفعيل 24 خدمة إلكترونية و12 خدمة ذكية، برنامج متابعة متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، وكانت نتائجه كالتالي: عام 2013 نسبة خلو المنتجات من متبقيات المبيدات 97.5%، عام 2014 نسبة خلو المنتجات من متبقيات المبيدات 98.5%، عام 2015 نسبة خلو المنتجات من متبقيات المبيدات 96.7%، عام 2016 نسبة خلو المنتجات من متبقيات المبيدات 100%. تقنيات متطورة في نقل الأجنة بالإبل، حيث بلغ عدد المربين المستفيدين من خدمة نقل الأجنة إلى الآن قرابة 100 مرب، وبلغ عدد الحاضنات الحوامل من عمليات نقل الأجنة قرابة 1000 ناقة. اختبار سريع للكشف عن فيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية يستغرق 20 دقيقة. مركز الزراعة المحمية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي في محطة للبحوث الزراعية التابعة للجهاز، دليل تخزين الأعلاف في المناطق الصحراوية، البرنامج الإلزامي لتدريب المتعاملين بالأغذية على أساسيات سلامة الغذاء الذي قام بتدريب أكثر من 220 ألف عامل. حصلنا على نسبة 99% بتقييم مؤشر معدل السلامة الغذائية 2016 من قبل خبراء منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وأطلقنا خلالها برنامج تأهيل كوادر مواطنة في برنامج العلوم البيطرية بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وكليات التقنية العليا، الذي تخرج منه 16 طالباً، 13 منهم انضموا إلى الجهاز بوظائف مفتشين وفنيين بيطريين. الدورة الأولى من المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، ونظمنا هذا العام الدورة الرابعة
الدورة الأولى من معرض سيال الشرق الأوسط، وننظم هذا العام الدورة الثامنة، جائزة الناموس للتميز الوظيفي، وننظم دورتها الثانية هذا العام، أول أطلس مصور للحصص الغذائية في إمارة أبوظبي، وثيقة سياسة الزراعة وسلامة الغذاء، مشروع المكافحة المتكاملة لآفات النخيل، عدد المصائد التي تم تركيبها في المشروع والمصانة شهرياً 123,815 مصيدة فرمونية، عدد المزارع التي شملها المشروع 22,567 مزرعة، عدد السوس المسجل والذي تم اصطياده 6,755,732 سوسة، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مؤسسة فتية وإنجازات عظيمة.